مزارع من أيام الطفولة مزارع، حتى كنت في المدرسة على النشاط الزراعي. في النشاط الزراعي كنا نشتغل في المدرسة، وبعدها الوالد رحمة الله عليه هو اللي شغال في المزرعة، وبعد وفاته رحمة الله عليه بديت في المزرعة كزراعة يعني فعلية. وبلشت في بداية الزراعات في زراعة الخضروات، وبعدها اتجهت إلى الفواكه، وبعدها اتجهت إلى الزراعات النائية. بلشت الفكرة بالتحدي، إن في ناس يقولون إن الكويت إنها ما يعني ما ينزرع فيها شيء، أو إن يعني زراعة فيها صعبة، وفعلا نوعا ما صعبة، ولكن أحب أروح التحدي وعندي طموح وأدرس الشغلة قبل لا أبدأ فيها. وبنفس الوقت حبيت إني أثبت للناس إن الكويت فيها يعني فيها يعني أصناف الخضار والفواكه كلها موجودة، ولكن حبيت إني أضيف عليها. وهذا اللي خلاني أبلش بالفكرة إني أجهز مكان أزرع فيه شيء يعني يقولون إنه ما يطلع مثلاً في الكويت. حاولت إني أزرع وزرعته ولله الحمد، وأثبتت إنه ينتج في الكويت. الشيكو والبابايا، البابايا طبعاً طويلة وبعدين نقصها العامل، وهذه الأكيدينيا، وهذه القشطة صغيرة وأنتجت السنة هذه إنتاج حلو. طبعا هذا اللوز، أفوكادو، تفاح، الرمان، هذا أناناس تحت الأفندي الصيني، هذا كله أفندي صيني، وهذا أفندي جامبو أفريقي، واللي وراه عصير برتقال، البرتقال العصير، واللي وراه يجين المسرات. هذه الحمضيات، وهذه التطعيمة اللي أنا ركبتها، تطعيمة على الليمون، هذا برتقال على نفس شجرة الليمون. وفي ليمون ثاني على نفس الليمون، في ليمون ثاني، ليمون صحاري صغير هذا على الشجرة نفسها، الشجرة هذا الليمون بدون بذر داخل، يعني تقص على طول. حاجة الصعوبات اللي واجهتها يعني أول شغلة الأصناف اللي مو مزروعة، اللي تواجهني صعوبات ما عندي معلومات عن أي زرعة جديدة بزرعها في الكويت، والصعوبات إن التجارب مكلفة يعني كماديا، ولا اقدر يعني ادعم الافكار اللي في نفسي اني اجرب وشغلات هذه، لان كل تجربه او كل زرعه تحتاج الى عده تجارب، والتجارب يعني مكلفه، وهذا اللي اخرني مرات، ولكن والله الحمد يعني تغلبت عليها ووصلت للي ابي الحمد لله. المميز اللي في المزرعه ان فيها اربع اصناف، اللي هو الشاي والقهوه والهيل والزعفران. هذا الشاي الأخضر الصيني ما شاء الله يعني ناجح نجاح ممتاز في دولة الكويت، والشاي طبعا يتحول إلى اللون الأحمر بعد التخمير وإلى اللون الأخضر بعد التجفيف. هذا اللي بديت فيها ومميزة المزرعة يعني فيه، وفي في شغلات ثانية إن شاء الله أبدأ في زراعتها، وفي بعضهم حاليا بادي في زراعتهم ولا هي موجودة، وراح تميز المزرعة فيها إن شاء الله في المستقبل، وراح أعلن عنهم إن شاء الله في الشهرين الجايين. أتمنى أن يعني أي شخص عنده أفكار، أن يعني جميع الجهات المفروض أنها على الأقل أنها تشجع إذا ما دعمته، والواحد اللي في باله أفكار ويحتاج إلى دعم من مادي، لأن التجارب مكلفة، ويحتاج إلى التشجيع المعنوي، و هذا كله يعني يعم على البشرية والإنسانية بالخير إن شاء الله. هذا أتكلم من ناحية الزراعية وبالإبداع من شكل. والله ما عندي إلا طال عمرك أني أشكركم على جيتكم، حياك ونرحب فيكم وفي ضيوفكم.